البداية كده عرفيني عن نفسك وقولي لي امتى بدأتي الفاشن ستايلينج؟ انا مروة رجب اصلا من اسكندرية. الموضوع بدأ معايا بالموهبة، حبيت ان انا انسق الملابس على بعضها وبدأت اتفرج اكتر كمان على السوشيال ميديا. الموضوع عجبني جدا وحاولت ان انا اطور من نفسي لحد ما خلاص يعني عرفت ان كل سيزون ليه اللبس المناسب للدرجة بتاعته والستايل بتاعه. ان هي موهبة عندك وطورتيها واشتغلتي عليها. بالظبط. طيب مروة، بقى السؤال اللي بيحيرنا كلنا، نلبس ايه في الشتاء لو هلبس ورين؟ الموضوع ده الاكتر البنات بيواجههم في صعوبة، بس لو هم مش محضرين نفسهم للطقم السواري يعني لازم على الاقل يحضروا نفسهم على الاقل قبلها باسبوع، ان ينسقوا اول حاجه. مش جبت دريس فخلاص الموضوع خلاص على كده، لا، هبقى انا دلوقتي في السيزون الشتوي لازم اعرف انا هلبس ايه. مثلا اكتر حاجه تناسب السيزون الشتوي القطيفه مثلا. مثلا سي لو جبت القطيفه، طلع برضو ترند قوي الجلوفز، برضو بينسوا بيبقى شكله شيك جدا لو هي مثلا مش محجبه. كمان مع التنسيق بتاعنا، لو هو الدريس قصير ممكن ألبس من فوق كوت. أو ممكن برضو الشال المناسب كمان للدريس بتاعنا. طب الكوت يبقى خامته إيه؟ يفضل تبقى خامته إيه؟ الكوت ممكن يبقى ساتان عادي، أو ممكن أو ممكن القماشة المناسبة للطقم، أو ممكن فير بقى. بالظبط، فير برضو هتبقى فظيع جدا. أو الشال برضو يبقى برضو هيبقى حلو جدا. وكمان برضو في حاجة دلوقتي طالعة حلوة ترند جدا، الشراب الكلون اللي بيبقى من جوه فرو مش بيبقى باين. ده كل ده لو الدريس قصير بيبقى مش باين خالص. هو الاختراع ده حقيقي؟ يعني بشوفه على الانترنت، ده حقيقي؟ ده عندي، وهو من جوه بيج. طب ما ده هايل جدا، ده تحفه جدا. بيبقى فرو من جوه. أوكي. والشراب باين طبيعي جدا جدا، ناتشرال جدا. في ليه مثلا؟ بالظبط بالظبط كده. وانسق كل حاجه على نفس الطقم بالظبط قبلها باسبوع. ما ينفعش انسق نفسي قبلها بالظبط، انزل اعمل شعري اظبط نفسي، كل الحاجات دي ما ينفعش، لازم قبلها باسبوع اقعد. طب انا لو ما عنديش دريس فيلفت وعندي دريس مثلا دريس خفيف، البس ايه؟ ازاي نسقه؟ انسقه مع جاكيت عامل ازاي؟ لا، لو الدريس مثلا، لو الدريس بتاعي طويل او فيه الشكل والنفشه وكده، مش هينفع خالص جاكيت، لازم الفرير مش اكتر من كده. بالظبط بالظبط. ومش هينفع ومش هينفع البس طبقات كتير تحت بعضها لان الشكل بتاعي هيبوظ. ايوه. طبعا غير الشنطه والشوز بتاعي بنسقهم، بظبط الستايل ده. بالنسبه للستايل الشتوي احنا بنظبط ازاي بقى؟ زي ما قلت لك الجلوفز دي حاجة نحاول نخليها أساسية ونطلعها ترند للسيزون ده، هتبسط الناس جدا. والشال بتاعنا بس بنروح المناسبة بتاعتنا بنقلعهم، ولما في الزحمة وكده الموضوع بيختلف شوية. اوريدي نتحرر. بالظبط. الموضوع بيختلف كتير. لو حد بقى خرج عن المألوف وعمل المناسبة بتاعته اوت دورز والصبح، احنا كمدعوين نتصرف ازاي بقى في الحاله طبعا دي؟ طبعا احنا مش بنلبس سواري الصبح، ممكن نلبس كوكتيل دريس. بالظبط. كوكتيل دريس ده بيبقى مش فيه الاسترس، يعني تمام. مش بنحاول ما ندخلش استرسات كتير، او نطعم بسترس بسيط جدا. يبقى شكله حلو. القماشه بتاعتنا مثلا بتبقى ساتان، ممكن فيها شكل التشجيره، شكل التشجيره بتدي شياكه جدا. طبعًا. لو برضو دريس قصير بيبقى منفوش شويه، بيبقى شيك جدا جدا. زي واعتقد الاصعب مع المحجبات. يعني احنا مثلا ممكن نلبس دريس مثلا قصير سامبل منفوش شويه، المحجبات يعملوا ايه؟ المحجبات برضو الستايل بيبقى شيك جدا عليهم. البليزر والبنطلون والشميز من جوه الستان بيبقى شكله شيك جدا برضو معاهم. وطبعا الطرحه نحاول ما نعملش الورود والفناكيش وكده. السيمبل بيبقى شكله اشيك على المحجبات. بيبقى خطير. لا، بيبقى صعب. فالسيمبل بيخلي الشكل جميل جدا جدا. وممكن بالنسبه برضو للمحجبات، لو الدريس اللي هي لابساه لون مثلا هوت بينك مثلا او لون معين وما فيهوش استراس كتير، نحاول ما نخليش الطرحه نفس لون الدريس، نحاول نخليها شكل مختلف. او لو نفس لون الطرحه البندانه تكون مختلفه شويه عن لون الدريس، عشان ما يبقاش شكلها كانها بدله غطس. نعمل ميكس اند ماتش كده. بالظبط كده، عشان نكسر الملل شويه. بالظبط كده. طب الطرحه مثلا تجيب نفس لون البورتفوي مثلا او الشنطه، هيبقى نفس لون جزمه، برضه هيبقى شيك قوي، هيبقى شيك جدا. هي ممكن تطعمها يا اما من الشنطه والشوز، او ممكن لو في نقشات في الدريس نفسه ممكن تطعمها من نفس الشكل الورده مثلا. هيبقى شيك قوي. اما الشوز والشنطه
لازم لازم يكونوا نفس القماشه. يعني لو الشوز نفس القماشه جلد لازم ما صعب قوي هيبقى نعملها ازاي؟ هيبقى يمكن نفس اللون. نحاول ان احنا بص يعني ما ينفعش مثلا لو هو قطيفه الشوز قطيفه ما ينفعش الشنطه تبقى جلد. نحاول ننسق لا ما الجلد اصلا صعب قوي في سواريه ما أيوه. نحاول ننسق ما بين الاثنين هو مثلا بيلمع او كده نحاول نخلي الاثنين يبقوا زي بعض. والاشيك كمان جدا في الشنط بالنسبه للسواريه الشنطه اللي ما تكونش الطريه القماش لا الشنطه اللي بتبقى شبه البوكس بتبقى شكلها اشيك كتير اللي هي بورتوفيه تقريبا برضو ايوه ولو الدريس فيه مطعم بالستراس نحاول برضو الشنطه والشوز يكونوا مطعمين بالستراس مش لازم يكونوا نفس درجه الدريس ممكن يكونوا عايز اقول لك بقى ترندي قوي ان الهيلز نفسها بقى فيها ستراس جدا ايوه جدا. طب هل ده برضو ينفع البسه الصبح الصبح الهيلز يعني انا بتكلم على الهيلز يعني يفضل لو شوز عادي طبعا يكون هيلز يفضل يكون هيلز ولو في ستراس ومطعم مع الدريس بتاعنا ستراس ما بيش هيبقى فيها مشكله خالص. طيب بالنسبه للفلاتس او السنيكرز لا مش هينفع خالص مش هينفع لا مش هينفع ضد المبدا ده لا ليه يا مروه الحقيقه ثاني كده يعني هو ممكن يعني لو بنوته قصيره وكمان نحيفه قوي وهي لابسه فلات هيبقى المنظر مش لطيف خالص. انا بعمل كده لازم تلبس هيلز انا لبست فلات والافضل ليها ان هي تجيب مقاس الهيلز بتاعها اكبر منها سنتي واحد عشان تكون واقفه مرتاحه وتحس نفسها يعني إليجانت.